أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة رافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. طلب متظاهرو الناصرية بالكشف عن مصير المتظاهر المغيب سجاد العراقي والذي مضى على اختطافه وتغييبه نحو عامين ونصف العام، حيث لم يتم الكشف عن مصيره على الرغم من توفر كافة الأدلة والمعلومات لدى الأجهزة الأمنية المعنية. وعلى الرغم من المناشدات الكثيرة للمتظاهرين وذويه، إلا أنهم لم يلمسوا سوى الوعود والتعهدات التي لم تنفذ من قبل الحكومة. ولا يخفى على الجميع قضية سجاد وما جرى لهذا الشاب الذي كرس جل حياته واهتماماته لخدمة وطنه وشعبه عبر مشاركته السلمية في تظاهرات تشرين التي نادت بالمطالب الحق للشعب العراقي. ولا يخفى أيضا على كل مساعي عائلة سجاد وأصدقائه الذين تواصلت لأكثر من عامين ونصف العام، إلا أنها لم تصل إلى نتيجة للكشف عن مصيره والإفراج عنه، لا بل لم تسفر حتى عن نتيجة واضحة في محاسبة المتورطين باختطافه وتغييبه. ويتعرض ناشطو ثورة تشرين والمتظاهرين إلى حملات اعتقال واغتيال بشكل مستمر في محاولة لإسكات صوتهم المطالب بالحقوق المشروعة التي نهبتها الأحزاب الفاسدة والميليشيات، حيث تعرض الناشط وكان آخرها ما تعرض له الناشط عباس كامل الجابري إلى محاولة اغتيال أمام منزله في سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار. وأوضح مصدر أمني بأن مسلحين فتحوا نيران أسلحتهم على الجابري لكنه ارتمى أرضا فسقط، مما أدى لإصابته بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى لغرض تلقي العلاج. وأشار المصدر إلى أن الناشط المستهدف هو شقيق الناشط حمزة كامل الذي وقع ضحية أثناء أحداث ساحة الحبوب وجسر الزيتون نهاية عام 2019. دعونا نتابع جانبا من مطالب متظاهري الناصرية للكشف عن مصير المغيب سجاد العراقي، فلنتابع هذا المقطع. على خطاب وتغييب اخينا وصديقنا الناشط المدني سجاد عراقي 849 يوما، وللان لم يتم الكشف عن مصير رغم توفر كل الادله والمعلومات لدى الاجهزه الامنيه المعنيه، وايضا رغم مناشداتنا المستمره ولقاءاتنا مع ممثله المنظمات الدوليه والقاده السياسيين ورؤساء الحكومتين السابقه والحاليه، ولكن لم نرى سوسيه من الوعود والتعهدات التي لم تنفذ، واخرها لقاء لنا مع رئيس الوزراء وكذلك تعهد لنا ان يكشف مصير سجاد ويحاسب المتهمين، ولكن للاسف لم يبلغ بوعده. الى الان بات الجميع تفاصيل قضيه سجاد وما جرى لهذا الشاب المظلوم الذي كرس كل حياته واهتماماته لخدمه وطنه وشعبه عبر مشاركته السلميه في تظاهرات تشرين التي نادى بالمطالبه حقه للشعب العراقي. ولا يخفي على الجميع ان كل مساعي عائلة سجاد واصدقائه التي تواصلت لاكثر من عامين ونصف لم تصل الى نتيجه للكشف عن مصيره والافراج عنه، لا بل لم تستفر حتى عن نتيجه واضحه في محاسبه المتورطين واختطافه وتغييبه. لقد نفذ صبرنا وقلت حيلتنا ولم يبقى امامنا سوى ان نرى مناشدتنا للحكومه محمد الشياع السوداني وكل عراقي شريف وان يقف معنا ويساندنا بعد ان يئسنا من كثره مراجعات مؤسسه الاجهزه الحكوميه والمحاكم ومراكز الشرطه. واليوم ندعو جميع الاحرار أن يدعوا مطالبنا والكشف عن مصير سجاد ومحاسبة المنتسبين ومأساته ومأساة أسرته وأصدقائه ومحبينه، وأن ينضموا إلى اعتصام التظاهر التي تتطالب الإفراج عن سجاد العراقي في الأيام القادمة. لقد سبق وأن جربنا كل من الخطوات السلمية في هذا المجال فتظاهرنا بكل سلمية، والآن أجدد مناشدنا للحكومة المركزية والحكومة المحلية أن يكشف عن مصير أخيه سجاد عراقي والاستجابة إلى تظاهرات واعتصامات قريبة. الرحمة والخلوص شهداء تظاهرات تشرين والحرية لسجاد عراقي.
ونقرأ حول قضية السجاد العراقي المغيب منذ أكثر من عامين ونصف العام بعض التعليقات على فيسبوك، فمنهم من علق وقال: علي الكناني يقول الله يفك أسرى وينتقم من الخاطفين واللي وراهم يا حزب ويا تاج راس وخط أحمر. الزيدي أبو رضا يقول الحرية للمغيب. أما الوسطي الزرقاني فيقول إلى الله المشتكى، ماكو حكومة، هذه الحكومة أصبحت يقول غطاء للقتل والخطف والفساد وبيع البلد، يقول هذا دور الحكومة فقط. العزام يقول الله ينتقم منكم، شنو ذنب الشباب بعمر الورد يموتون بس جريمتهم، يريدون وطن حالهم مثل حال باقي بلدان، يريدون يعيشون بعز وكرامة، بس نقول حسبنا الله ونعم الوكيل على مقتدى الصدر وعمار الحكيم وهادي العامري وقيس الخزعلي والمالكي وعلى كل ظالم ظلم شعب العراق باسم الدين. معنا اتصال عماد من الناصرية، أرحب بك معنا عماد، تفضل. يعني السؤال: مصير سجاد العراقي المغيب منذ أكثر من عامين ونصف العام، هل يعقل بأنه شخص يعني لم يعثر عليه، لم يعرف مصيره بعد؟ أخي عماد أرحب بك، تفضل. عماد، نعم، مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. لماذا فشلت فكرة الفصل بين السلطات في الممارسة السياسية بعد العام 2003 رغم أن العراق بلد ديمقراطي كما يقال؟ ولماذا تحولت المؤسسة القضائية بعد العام 2003 إلى مؤسسة لتصنيع الحيل والألاعيب الدستورية للقوى السياسية الطائفية؟ ألم تنحدر سمعة القضاء الحالي في العراق إلى الحضيض بعد تراجع الثقة في أحكامه داخل العراق وخارجه؟ هذا ما سنبحثه في برنامج طاولة حوار. أهلا بكم من جديد، معنا سعد من كربلاء. سعد، تحدثنا وعرضنا قبل الفاصل بيان لمتظاهري الناصرية يطالب بالكشف عن مصير المتظاهر المغيب سجاد العراقي المغيب منذ أكثر من عامين ونصف العام. يعني هل يعقل بأنه لم يعثر على هذا الشاب كل هذه الفترة من قبل الأجهزة الأمنية؟ لم تحصل على معلومة مؤكدة برأيك؟ سعد من كربلاء أرحب بك.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. والله هو ما يتم العثور عليه حاليا، بس على القوات الأمنية أخي بأقرب وقت. نعم. هل عجزت القوات الأمنية على العثور عليه، على معرفة مصيره؟ والله هي تقريبا يعني قصر هاي المدة ماكو دور وماكو، بس إن شاء الله ماكو عجز، إن شاء الله ماكو عجز، لأن القوات الأمنية إن شاء الله عجزت وما يحبوني. يعني سنتين ونصف لم تستطع معرفة مصيره، إن كان حي أو ميت أو أين هو بالضبط؟ نعم. يعني ما هي الإشكالية برأيك؟ يعني هو ليس هو شخص واحد فقط. طب نتحدث عن هذا الشخص ولا هناك آلاف من المغيبين؟ نعم أستاذ العزيز. نعم. والله نقول بس على قواتنا الأمنية والأمن الوطني ويتدخلون في هذا الشيء، إن شاء الله إن شاء الله بأقرب وقت يعني. ونعم بالله. أنا أشكرك سعد من كربلاء، كان معنا أبو سمية من الأنبار. أبو سمية، برأيك ما هو مصير سجاد العراقي المغيب منذ عامين ونصف العام؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك أخي الكريم. مسألة المغيبين أصبحت أمرا معتادا يقع لكل ناشر ولكل صوت حر يحاول التعبير أو الاعتراض على هذه الحكومة الطاغية. لسنتين ونصف لا يستطيعون أن يجدوا شخصا واحدا، فمن الذي أخذه إلا أجيتكم القمعية؟ إن إيجاد المختطف هو إدانة لهذه الأجهزة، لذلك هم غيبوه ويتحججون ويحاولون أن يعتذروا بأنهم شكلوا لجنة أو غيرها للعثور عليه. وللأسف من أشد أنواع الظلم فوق التغييب وفوق الاغتيال أن أهل المخطوف يحلمون بوجود قبر لابنهم المخطوف، وهذا أصبح واقعا. على كل عراقي حر شريف عليه يعلم هذه الحكومة الطاغية تحاول أن تجعل نفسها صنما معبودا، كما يحصل في إيران عندما نصب رئيس الحكومة الإيرانية نصب نفسه صنما معبودا لا يذل ومعصوم من كل شيء. فهؤلاء نقول لكل حر، إذا بقيت هذه الإجراءات وإذا بقي هذا السكوت، فإن الحكومة ستكون بعبعا وتكون صنما معصوما لا يذل ولا يخطئ، ويجب طاعته في كل شيء. شكرا للبرنامج. أبو سمية من الأنبار كان معنا. نذهب إلى ملف آخر. في يونيو من العام الماضي 2022 قال رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بأن الأعراف العشائرية في العراق تحولت من الجانب الإيجابي إلى الجانب السلبي، إذ كانت سابقا أحد أساليب فض النزاعات والخلافات قبل عرضها على المحاكم، أو أحيانا في أثناء نظر الدعاوى يحصل صلح عشائري يؤدي إلى انتهاء الدعوى بالتنازل عنها، مؤكدا بأنه لا يوجد مصطلح قانون عشائري بل أعراف عشائرية. وأضاف زيدان إلى أن بعض الممارسات العشائرية تحولت إلى ظاهرة سلبية تسببت إرباكا في الوضع الأمني وخللا في التماسك الاجتماعي. ويعزو مسؤول أمني بوزارة الداخلية ببغداد استمرار المواجهات العشائرية إلى تفشي السلاح، مبينا أن بعض العشائر تمتلك أسلحة أكثر مما تمتلكه الشرطة في بعض مدن الجنوب. وفي مشهد يعكس الفوضى الأمنية وانتشار السلاح المنفلت قتل شخص وأصيب منتسب في الأمن بسبب اشتباكات عشائرية مسلحة شهدتها منطقة الأفضلية في العاصمة بغداد. وبحسب مصدر أمني فإن المنتسب في الأمن أصيب خلال دخول قوة أمنية لفض النزاع بين عشيرتي كعب والعقيل، حيث استخدم الجانبان خلال الاشتباكات التي دارت بينهما مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وحتى الثقيلة، مما أدى إلى فقدان السيطرة على الوضع الأمني في منطقة الأفضلية في بغداد إثر هذا النزاع العشائري الذي استمر لساعات طويلة.
دعونا نتابع بعض اللقطات التي نشرها عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي لهذا النزاع. نبقى في إطار النزاعات والمشاجرات، حيث قتل مواطن وأصيب 6 آخرون في ناحية العلم في محافظة صلاح الدين بسبب مشاجرة على طابور السايلو للذرة الصفراء، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ناحية العلم لتتجدد الاشتباكات داخل المستشفى العام في ناحية العلم. دعونا نتابع هذه الصور التي تنقلها عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي. دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي والسؤال المشترك تقريبا، أين دور القوات الأمنية؟ فاضل يقول: حين يضعف القانون تضعف الدولة، وهذه هي النتائج، نتائج بلد لا يعرف غير لغة السلاح. يقول: اقرأ عليه السلام. محمد التميمي يقول: عين العدوان وزارة الداخلية، شنو دورها لو بس بالاسم وزارة الداخلية؟ يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، على هيج حكومة فاسدة. أبو عسول العبيدي يقول: بس سؤال، وين دور الحكومة بهيج قضايا؟ يعني النجدة، الجيش، الشرطة الاتحادية، مركز الشرطة، وينكم نايمين لو تنتظرون الناس بيناتهم يتقاتلون؟ ومن تفض تروحون لو بس على الفقير قادرين؟ هذول عندهم سلاح وزلم وناس تقتل الناس، ما تقدروا لهم؟ نتساءل. بشير الطائي يقول: العراق عام 2003 كما يقول، أو يقصد 2023. معنا اتصال أبو عمر من الناصرية. أبو عمر، قبل أن أسألك على أسباب استمرار النزاعات العشائرية وعدم وضع حد لهذه النزاعات المستمرة، بل حتى وصلت إلى العاصمة بغداد، بما أنه أنت من الناصرية، أبو عمر، موضوع سجاد العراقي مغيب صار له سنتين ونصف، يعني سنتين ونص، يعني ما معقولة لحد الآن ما نعرف مصيره من قبل الأجهزة الأمنية برأيك؟ مرحبا بك أبو عمر. السلام عليكم. السلام عمر. ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. وياك أبو وياك أبو عمر تشريني الناصرية. حياك. شلونك عمي؟ يا أهلا وسهلا. شلون صحتك؟ الله يسلمك ويخليك. طبعا بالنسبة السجاد العراقي، سجاد العراقي معروف يا الخضاء، هو الخضاء معروفين عمي. زين ولا احنا من نطلع ان نطالب ببطن، يعني لو يقتلونا، لو من هم هذول المعروفين اللي اخذوا سجاد؟ طبعا المعروفين هم الاحزاب، خضوا معروفين، طبعا معروفين. ليش ما يطلقون سراحه؟ ما يطلقوا صراحة. طبعا احنا ثورة تشرين ضد المفسدين، ضد الاحزاب اللي احنا طلعنا، ضد الذيول عمي عمر. نعم. زين ولا احنا طلعنا على اصلاح، احنا طلعنا بعلم، احنا نطلع بعلم
يقابلك يطقك بطلقه، انا طالب علم يطقني بطلقه. نعم. زين ارد اسالك عمي عمر، هم جابوا جميل الشمري مال جسر الزيتون. نعم. من العالم طاحت بالجسر، جابوا هاي المحكمه الاتحاديه هذا فايق زيدان، يقول انا فايق زيدان. نعم. الذيل ابن الذيل، جاب له واحد حاكمه، جاب جميل الشمري حاكمه، يا داخليه يا خارجيه يا عمي هاي. مع الاسف عليك، خاصة بالذات هاي الناس يا هواي مغيبين عمي، وكتلونا بدم بارد، والله العظيم ومعروفين زي لولا، ومعروفين هم هسه بالسلطه، ولحد الان هم يعني ما يا زال بالسلطه عمي عمر. نعم. زي لولا. زين، يعني سجاد وغير سجاد، مع الاسف عليك، يعني يعني ثوره تشرين يعني مشكله، يعني ثوره تشرين شوكه والله العظيم، تبقى يعني شو اقول لك؟ لان اشرف من عتهم احنا. احنا طالبنا على بلاد، طالبنا على عراق، عراقنا هذا رجع وطن، فاحنا نطالب بوطن يطقني بطلقة عمي. نعم. طبعا اغتيالات، هم معروفين، هم حق المعرفة حكمهم عمي. نعم. هسه اقل هاي المعركة مال الفضيلية العشيرتين من امت عينهم، من امت عينه، هو مو رئيس وزراء زين، الله لا يوفقه، الله لا ينطيهم ان شاء الله، مو رئيس وزراء هم، حتى مو صار دم سووا هم. دولة هاي عمي دولة سكرت هاي، مع الأسف الشعب على مو طوبة ينام هناك بالملعب، شوف هاي تاريخ. نعم. أنا أشكرك أبو عمر من الناصرية، كان معنا عماد من الناصرية كذلك، تفضل أخي عماد ورحب بك. عماد هل تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أستاذ منين نبديها؟ أولا هذا الله أقرأ عليه رخص الصوت الفاتحة في الجهاز العراقي. تفضل. الو اسمعك عماد تفضل. اقرا عليك وتفات اخيرا شبع موت هذا والباقي صار سنتين شبع موت. نعم. عم شغلك هاي النزاع العشائريه زين سجادة. ألو. برايك شو يعني معقوله سنتين ونص لا يلقوا له اثر لا يعرفوا المصيره؟ اخي ما يقول اثر، هي كلها بالتواقع، هي الاحزاب اللي اخذت يعني هاي محركه مثل مثل الشمس، يعني نعم. الشمس يا ما يعرف هي الأحزاب اللي خلتها كتلتها. نعم. أما القوات الأمنية بتحكي عليها قبل شوية، شنو القوات الأمنية؟ كلها متواضعة القوات الأمنية وكلها تابعة الأحزاب. على شغلة العشائر، نزعت العشائر طلعتها قبل شوية شغلتهم الكريمة. نعم. هاي النزاعات العشائرية الأحزاب السورية، حتى البلد يبتدي نزاعات عشائرية وهم يكتبون يعني ما حد يطلع ثورات عليهم ولا شعب يطلع مظاهرات، هم يخلون البلد يبتدي شيء بشيء. نعم. العشائرية تسوي الثورات، هي العشائر تسوي الثورات. ارجع للتاريخ العراق وشوف شلون العشائر تسوي الثورات، ثورة العشرين وغيرها. صح لونه غلطان. نعم. طيب هذا البلد اقرا عليه السلام، ما تربي احزاب وتسوي تابع ايران، اقرا عليه السلام. نعم. احنا نتابع من قناتكم الكريمه ان تسوي برامج على قول الفاسدين وصباحهم عسى ونعرف النتيجه. شكرا جزيلا. شكرا لك عماد من الناصريه كان معنا، معنا ابو عبد الله من صلاح الدين، تفضل ابو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله يا هلا بك. استاذ عمر انت تسال على السجاد، على الناشط سجاد. نعم. عندنا يجي 1000 سجاد بالضبط، هو احنا قلنا يعني قلنا سجاد مثال. ايه. شخص يعني مصيره مثل مصير الاف المغيبين في العراق. على راسي سجاد، مثل سجاد على راسي، على راسي. نعم. يعني قلت لك هذول اللي طيبوا من يطلع الحلبوس يقول مغدورين. نعم. زين مو انت تقول انا مثل القانون تمثل البرلمان. انت من تقول مغدورين زين حقوقهم وين؟ الغدرهم منو؟ تحاسب الغدرهم الناشط وغير الناشط. زين هاي استطلعت عندك النزاعات العشائريه، هاي الديمقراطيه جابتها امريكا؟ نعم. هاي الديمقراطيه جابتها امريكا، هاي ماكو من عند استاذ العزيز. نرجع قبل 2003 اللي يضرب طلقه بالهواء ينحكم 6 شهور يتغرم مليون. بس كان المليون الى حساب اعداد مليار هسه. نعم. زين هذا القانون ليش ما يتفعل؟ مو من صالحهم، هم يريدوا يخلون العشائر تتكون بيناتهم. ازمه وقود، ازمه كهرباء، ويخلون الشعب دايخ ماكو. نعم. وحاله بطاله، صناعه ماكو، زراعه ماكو، من كلها ماكو، معطليها ماكو الدنيا كلها وهم مستفادين. هذا النفط بس لهم،
يعني هسه انت واردات النفط من تجي تقيس واردات النفط وين؟ واردات الجمارك وين؟ الجبايه مال 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 الضرائب، الجبايه مال المرور وينها؟ يعني انت معد تجي تقيس العراق يعني هالخيرات كلها بي ونقمه صارت على اهله. يا عمي بس يشوفون شرهم، الله لا يوفقهم ان شاء الله. الله لا يوفقهم، لا يوفق برايمر رجابهم، نعلت الله على برايمر، نعلت الله على امريكا ونعلت الله على ايران. أبو يا أخي والله بزعه والعالم. نعم أبو عبد الله، أنا أشكرك أبو عبد الله من صلاح الدين كان معنا. نذهب إلى ملف آخر، حيث شكى مواطنون من الإهمال الحكومي للمنشآت الرياضية المتلكئة في محافظة ذي قار والتي تقع ضحية هيمنة المدراء الفاسدين، كما قالوا وشكوا من إهمال واستغلال المنشآت الرياضية من قبل دائرة بلدية الناصرية أو من قبل الجامعة الوطنية الأهلية التي حولوا الملعب الخماسي مخزنا خاصا بالجامعة بموافقة مدير الشباب والرياضة في المحافظة مهند السهلاني بحسب قولهم. دعونا نتابع ما قاله الأهالي حول هذا الموضوع. محافظ ذي قار عيني مدير شباب الرياضه مال السهلاني. شلون محافظ ذي قار عمي هاي بنايه شوفوها، هاي بنايه راح توقع انتهت، باعولها باعولها شلون انتهت؟ يعني سايبين اندثار. هاي القاعه المغلقه، القاعه المغلقه هاي على طريق المحطه ثلاثة من ترفع كشيخ يا مدير شباب الرياضه. الساحات خماسيه وساحات رياضيه تبني لها مدرجات كشف ثانوي، كشف ثانوي إيه ليش ما تفتحها؟ شو شلون كل انتثار؟ خليها الشغل فقط. اي سار سار طبعا العلم. امس كانت من جي عدنان درجان. يمي. اسمع. وانت تمشي صفوه يا مهنا السلاني ودي شباب الرياضه كله تاز مكتبك بس دروعه. بس دروعه من فرق الشعبيه هاي. سوي لهم ساحات وتعال يلا ابويا الساحه هاي مليار 800 مليون. 800 مليون يلا شركه الياقوته تعال اغريها. وهاي قاعه، هاي قاعه حكوميه هاي والله العظيم. للمره الثالثه نصورها يا محافظ ذي قار. شوفوا شوفوا البنايات المنشآت الرياضيه محافظ ذي قار هاي من 2012 شوفوا شلون باعوا لها قبل 12 سنه. يعني لا شملت مشاريع صندوق، لا شملت مشاريع تنميه، لان شملت مشاريع وزاريه وشباب الرياضه. شايفتها تنشمل، ليش صار بيها انتظار؟ مدير الشباب الرياضه الله يساعدك عمي، شلونك؟ انت قضيتها قضيه ونواحي رفعوا كشيف وهذا المشروع. تعال يا الشركه الفلانيه ذن مالاتكم وذن باقيات، ليش ما ترفع بين كتاب للوزاره؟ فطر هذا الصب كله تعبان. هذا كله انتهى. الى متى محافظه ذي قار تعاني من مشاريع المتلكئه؟ وهذا واحد حتى سقف بدا يوقع. هذا واحد من مشاريع المتلكئه المنشآت الرياضيه في محافظه ذي قار. اذا ما تندل عمي احنا ندليكم المسؤولين متابعه. الوحدات الاداريه يعني ما عندكم هذا المشروع؟ ما طلعتوا كتب محافظه ذي قار ما راجعتوا ما كذا؟ ليش جاي محافظه ذي قار تعاني بسبب هذا الرباطات؟ طبعا العلم هذا اندثر انتهى هذا. وضمن ملف المشاريع المتلكئة في العراق، انتشر مقطع فيديوي يبين إهمال مدرسة الريف الزاهر في منطقة الصالحية بقضاء شط العرب في محافظة البصرة دون إكمالها. دعونا نتابع هذه الصورة. من قضاء شط العرب منطقة الصالحية، هذا صوتي أريد يوصل إلى وزير التربية وإلى مدير تربية محافظة البصرة وإلى السيد مدير قسم تربية شط العرب. خويا مدير قسم تربية شط العرب وينك؟ هاي مدرسة اسمها مدرسة الريف الزاهر في منطقة الصالحية، تم تهديمها وبنائها والناس استبشرت خير وقلنا يا الله راح تصير مدرسة جديدة ونعمة والحمد لله والشكر. المشروع من المحافظة وكملت المدرسة والآن كاملة تقريبا نسبة يمكن 98%. المفروض 1/10 يتم تسليم هذه البناية، 1/10 يتم تسليم هذه البناية. طبعا هي بيها مدرستين، مدرسة الريف الزاهر الابتدائية يمكن للبنين ومدرسة المها الابتدائية للبنات، والآن أكو مدرسة ثالثة راح يضيفونها وياها اللي هي متوسطة
للبنات، متوسطة للبنات. طبعا منطقة الصالحية منطقة محرومة، لا بها بنى تحتية ولا بها خدمات. المهم مو موضوعنا هذا اليوم، موضوعنا المدرسة. زين هاي المدرسة المفروض تكمل 1/10 وتسلم، خلصت السنة والمدرسة ما كملت، فقط على صب الساحة. شوفوا هاي الساحة، فقط يصبون هاي الساحة وسبالة المدرسة جوا، يمكن لا حتى البيبان مكتملة، جام مكتمل، كل شيء مكتمل بالمدرسة. بس انت يا السيد مدير قسم تربية شط العرب، خويا من اجيت القضاء لليوم لا طلعت على مدرسة، لا تابعت مدرسة، يعني هاي المدرسة اتابعها يا خويا؟ اتابعها؟ شوف موضوعها من المحافظة اروح للمحافظة. عمي المقاول ليش ما يكمل؟ ما مطينا سلفة عم الطوه، وانتم يا محافظة او يا وزارة او اي جهة، عم يعوفوا باقي المشاريع، كملوا لنا المدارس. مدارس قضاء شط العرب كلها ما مكتملة ترى، ومحافظة البصرة ايضا اغلب المناطق مدارس بها بنايات آيلة للسقوط، وقسم بانينها وما كاملة، واكو هواي بنايات مكتملة وما مسلمينها. هاي يمكن ثالث بناية بشط العرب، مدرسة على الشط هم مكتملة ايضا 98 99%، 1% باقين على سبالة صب الساحة مدري شنو ما كاملة. تحدث مواطن من محافظة النجف عن التلكؤ بفتح مستشفى الإمام علي عليه السلام في المحافظة، على الرغم من إكمالها منذ 12 عاما ولم تفتح بصورة كاملة. وتساءل المواطن قائلا: من خلف هذه المهازل؟ دعونا نتابع هذه الصورة. من باب مستشفى الإمام علي أو العتبة العلوية المقدسة في مدينة النجف الأشرف، اللي فتحوها قبل أيام بس هسه مسدودة، وانفتحت قبل 5 سنين وهم هسه مسدودة، وهي كاملة منذ 10 سنين وهسه هم مسدودة. ما نعرف الموضوع شنو، ما نعرف. رسالتي إلى محافظ النجف الأشرف، هاي المستشفى إما تنفتح الأهل النجف وللفرات الأوسط، وإما تقول لهم عمي إذا أنتم متبرعين اخذوا طابوقاتكم، القاع محتاجيها، عيب كافي. وصل الموضوع مو مال اكو احترام لاهل النجف، هذا الموضوع ما باحترام، باذيه. وعليك تحترم يا محافظ النجف الاشرف اهل النجف، لانه المحافظين اللي قبلك ما احترموا الاهل اللي تابعين بهاي المحافظه الشريفه. مستشفى 10 سنين او 12 سنه كامله او 10 سنين كامله ما تنفتح، المن مخليها؟ مخليها للجين؟ مخليها دائره مخابرات؟ مخليها دائرة استثمار؟ عرفت تهم المن؟ واحدة من الاثنين يا محافظ النجف، اما تقول للمستثمر اللي بانيها او المتبرع اللي بانيها اخذ طابوقاتك وبطلنا وطينا قاعنا ونشوف لنا الف متبرع، واما تفتح لنا الباب الاهل النجف. ومن تفاعل الجمهور العراقي على منصات التواصل الاجتماعي حول المشاريع المتلكئة في العراق، نقرا احمد يقول: لازم تكون في خدمة المواطنين هذه المشاريع. أزهر يقول: فعلا لازم هكذا مشاريع أن تكون في خدمة المواطن، وأن تكون هناك وقفة لمعرفة من هي الجهة المعطلة لهذا المشروع، وأن يكون هناك ضغط جماهيري على هذا المشروع. عبد الله يقول: هاي المستشفى فقط ماخذ حيز كبير وموقع استراتيجي بدون فائدة. يقول عبد الله. أبو سارة يقول: حالها حال باقي المستشفيات في العراق كلها على النص، وخصوصا المستشفى التركي في ذي قار. منذ عام 2003 الذي شهد غزو الولايات المتحدة للعراق، لم تخضع شبكات الطرق لأي عمليات تحديث أو صيانة حقيقية، وهو ما أخرج الكثير منها من اشتراطات السلامة، ومن أبرزها الحفريات وانعدام العلامات الدالة وفقدان الإضاءة، إلى جانب ضعف الالتزام بقوانين المرور النافذة في البلاد. وقد أقرت وزارة الداخلية في بغداد العام الماضي بتفاقم مشكلة الحوادث المرورية المميتة، والتي تسجل شهريا معدلات قياسية في البلاد نتيجة جملة من العوامل أبرزها تهالك الطرق وسوء التنظيم، مؤكدة بأن ضحايا الحوادث المرورية في البلاد فاق عدد الضحايا الذين يسقطون جراء العمليات
الإرهابية. وذكر تقرير لوزارة الداخلية أن عدد حوادث المرور المسجلة لعام 2021 بلغ 10,659 حادثا، وأن عدد ضحايا الحوادث لسنة 2021 بلغ 2,828 قتيلا، من الذكور ومن الإناث 523 مسجلا نسبة قدرها أو ارتفعت بمقدار 31.4% مقارنة بعام 2020. مقطع مصور انتشر على منصات التواصل الاجتماعي لحادث مروع في الشارع الحولي لمطار النجف والذي تسبب بعدد من الإصابات. دعونا نتابع هذه الصور. يا الله دقيقة الحسن شباب يا سيد حيلتكم بالسيارة ونبقى مع ملف الحوادث المرورية في العراق، حيث تداول عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي مقطعا لحادث مروري على طريق الناصرية الغراف، فلنشاهد. حادث مروري آخر ولكن هذه المرة في محافظة القادسية. دعونا نتابع هذه الصور مع زياد ظاهرة الحوادث المرورية في العراق. مشاهد مروعة. ونبقى مع هذا الملف وما ينشره عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي، لكن هذه المرة في قضاء الخالص بمحافظة ديالى، حيث طلب مواطنون الجهات المعنية باتخاذ خطوات جادة للحد من تكرار الحوادث المرورية في قضاء الخالص، كما طالبوا بوضع مطبات اصطناعية لإجبار العجلات القادمة لتخفيف السرعة ووضع اللوحات التحذيرية وتبليط الطرق وبسط القانون على الجميع. دعونا نتابع. ما تشتغل بعد ما تشتغل بعد ما تشتغل هنا سيدي، هنا ينسوي طسة، إذا مو طسة هنا ما ترهم أن كل شارة راح يبيدون السيارات الحديد. هذا يجي من كركوك لا يمشي 200، ما يحترم القضاء ولا يحترم هاي الناس الفقراء. تعجب سوى بالعالم ماجد الحجي قائم مقام يسوي لنا طسة هنا، هو أستاذ مروان ما ترهم لنا غير هالطريقة. يقولون يم الطرق والجسور أبو زكي يمشي 200 صاعد للجسارة وما يعرف هاي الناس الفقراء شنو مصيرها. ها بتضع على ثلاثة يلا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي مع ارتفاع الحوادث المرورية في العراق. أبو علي يقول
المفروض ومن الضروري أن توضع مطبات اصطناعية لغرض تخفيف السرعة في المناطق التي تكثر فيها عبور المواطنين لتجنب الحوادث والدهس. أحمد خالد العبيدي يقول وضع علامات تحذيرية تحدد سرعة المركبة من مشروع الجيزاني إلى فلكة مصطفى جواد، وهذا من اختصاص شرطة المرور. المحامي أحمد صبحي يقول هو الخلل ليس بالقادم من الجنوب ولا من الشمال، الخلل في منطقة العبور، يجب أن يكون فيها جسور لعبور المشاة بالإضافة إلى جسور استدارة السيارات. المطبات أساسا غير صحيحة أن توضع في طرق خارجية. أبو فراس يقول الحل وضع علامات مرور تسمح بسير المركبات 60 كيلومتر كحد أقصى على امتداد دخول وخروج القضاء، ومعززة بدوريات مرور لمراقبة السرعة وحجز المتجاوزين، فإذا تم حجز 10 عجلات تتجاوز السرعة سيكونون عبرة للباقين. طبعا للمزيد حول موضوع ارتفاع الحوادث المرورية في العراق، أعد قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية انفوغرافيك عن خطورة الحوادث المرورية في العراق بعنوان حوادث السير ماكينة تسلب أرواح العراقيين. دعونا نتابع. نذهب إلى الهاشتاج. عملية القدس واسم تفاعل عليه مغردون على تويتر مع عملية القدس التي أسفرت عن مقتل 7 صهاينة في مستوطنة النبي يعقوب شمالي القدس. وبحسب وسائل إعلام فلسطينية فإن منفذ عملية القدس هو خيري علقم من مخيم الشعفاط في القدس المحتلة. وتأتي هذه العملية بعد نحو يوم من مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني في مخيم جنين بالضفة الغربية، أسفرت عن مقتل 10 فلسطينيين وإصابة آخرين بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. دعونا نتابع بعض التغريدات تحت هذا الوسم. آية تقول القضية تشرق من جديد بدماء شبابها، هي ثورة الشباب في وجه الظلم كي يعود الحق مضيئا، وإن بعد طول غياب مبارك لك يا فلسطين، هكذا عشاق ضحوا بدمهم من أجلك. فايز الكندر يقول حين تقاعست الأمة قام البطل ليؤدي مهمة الأمة، لقد كانوا هو الأمة وإن كان وحده. محمد سعيد نشوان يقول جبر الخواطر في أعظم صورة تتجلى في هذا البطل حين جبر قلوب أمهات وزوجات الشهداء في جنين وأثلج صدورنا وأبدل غيظنا فرحا، فاللهم كما كنت بلسما لقلوبنا أسأل الله أن يجعل الفردوس الأعلى مسكنك، زملوه بدعائكم. يقول الجابري عندما وردني نبأ عملية القدس توقفت فورا على جانب الطريق وبكيت كما لم أبكي من قبل بكاء الفرح، وفي خاطري
مشهد والدة الشهيد عز الدين وهي تودعه عصر بكاء الحزن قلبي وقلوب كثيرين منذ الصباح والآن بكاء الفرح يجليه. يا الله ما عدلك وما أسرع انتقامك وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.